المغربيه سنبقى في نفس السياق ونقوم الان بتقديم شواهد تقديريه لبعض السيدات اللائي بصمنا باحرف من ذهب لابراز خدمات المؤسسه واخراج طاقتها للوجود، وعلى راسهن السيدات المؤطرات. نبدا بالسيده شرفه كمال، هذه السيده التي وهبت وقتها وجهدها وجهدها وما حباها الله من موهبة في صنع الحلويات لهذا العمل الجليل. هذه السيدة تخرجت على يديها العديد من النساء والفتيات وتعلمن على أيديها فنون الطبخ والحلويات، وها هي تضيف إلى عملها عمل آخر لا يقل عن الأول، ألا وهو تسخير جهدها مع الجيل الصاعد بدار المعلمة للإشارة في هذه الدار انبثقت من مؤسسة الزاوية الأمينية الغازية وفتحت أبوابها مؤخرا وتحديدا يوم 21 يونيو 2019، ومن أهدافها تنشئة الجيل الصاعد وتمكينه من اكتساب حرف يدوية ويتعلمون فن الطبخ والتحلي بالأخلاق المحمدية. جاءت هذه المؤسسة لملء أوقات فراغ أطفالنا بأشياء مهمة عوض الانحراف للتيارات الهدامة. أدعو السيدة شرف لتسلم شهادتها. السلام عليكم. انا بالدور ديالي تنشكر الناس المسؤولين على الزاوية الأمينية، وتنشكر شيخنا الله يطول عمره، هو اللي خلانا اننا نتجمعوا ونضامنوا بيناتنا، هو اللي خلانا اننا نكونوا مع بعضياتنا، هو اللي جعل المحبه والموده ديالو ان تجعلنا دائما غاديين تحت الظل ديالو. الله يطول عمر شيخنا يا ربي. Thank you.
السلام عليكم. سيدة فوسية مصير الوليد غير أخرى الله يجزيكم بها. السيدة فوزية مصيم وأطرت. السيدة فوزية مصيم وأطرت شعبة الرباطي بمؤسسة الزاوية الأمينية الغازية. فلتتفضل مشكورة. تنسيق الألوان واختيار الأشكال، فشكرا مرة أخرى. مؤطرة شعبة النبات فلتتفضل مشكورة. ¡Lo nadie!
هي مستفيدة من شعبة الحلويات. شعبة راندا، شعبة راندا،
وهذا كله من صنع مؤطرات الزاوية الأمينية ومريداتها. كما لا يفوتني الشكر، شكر جزيل لكل من ساهم من قريب أو بعيد في تأسيس هذه المكان حتى نكون عند مستوى ما أراده الله ورسوله الكريم أن نكون عليه، حتى نكون خليفة الله في أرضه. مشكورة.